رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. حاليا وصلنا لفقرة يا هلا بالضيف. اليوم موضوعنا كلش مهم نفس الوقت شيق، تعدد مهنة صياغة وصناعة الذهب والمجوهرات من المهن التقليدية المغمورة التي امتهنها العديد من المبدعين في هذا المجال وسجلت نموا كبيرا وتجارة رائدة في الوطن العربي تحديدا. إذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم مهنة تجارة المجوهرات، أسرارها وطرق نجاحها، سنناقش كل ذلك مع ريتشارد شاهين مسؤول فرع وممثل شركة مجوهرات روسانيرو من ميشال صغيف في العراق. يا صباح الخير والعافية وأهلا وسهلا فيك ونورتنا. صباح النور، صباح الخير لبلدنا وبيتنا التاني العراق وأهله وشعبه الطيب وكيادينه ومسؤولينه المحافظين على استقراره، وإن شاء الله دوام من نجاح لهالبلد العريق اللي منحبه نحن. أهلاً وسهلاً، شكراً لك نورتنا مرة ثانية. ببداية ممكن تعطينا نبذة عن حضرتك؟ أنا ريتشارد شاهين من لبنان، رح يكون الكلام شوي مطعم عراقي لبناني يعني عودتونا هذا الشيء. ممثل شركة مجوهرات روسانيرو من ميشيل صغيب، المتواجدين نحن بعدة دول، أوروبا، أفريقيا، أستراليا، العراق، لبنان، أربيل. لنا أكثر من 35 سنة تواجدنا كبير، وأكيد للتوسع بهذا المجال وبالفروع. نعم. طيب شنو هي الأسباب اللي خلتك تتجه لمجال تجارة المجوهرات؟ عالم المجوهرات صراحة هو عالم كبير وحلو وبيعطيك تقارب من الناس بنظرة بالثقة بالمصداقية بالتواصل المباشر. فعالم المجوهرات منه شيء صغير، شيء كتير مهم وبحملك مسؤولية تكبريها وتستمري فيها لبعدين يعني للمستقبل. فعالم كتير حلو ومجرد ما تنخرطي فيه يعني بتصير مدمنة عليه، ما بيعود فيك تطلع. طيب كيف كانت بداياتك؟ كيف دخلت إلى هذا المجال؟ إصرار هو مكتسب من الأهل؟ بس هو إصرار وتصميم. ومن نجاح لنجاح بيخليك أكثر وأكثر تصير بدك تعطي هيدا الشغف اللي بيصير عندك. فبتصيري انت تكبري وتطوري وتقولي بعد وبعد وبعد للاحسن للاكبر، فكله بيلحق بعضه. نعم. طيب كيف اليوم استطعت انه تحقق هذا النجاح الحلو في عالم ومجال المجوهرات؟ نحن استطعنا شركة روسانيرو من ميشيل صغيب بثقتها اللي عطونا اياها الناس الزبائن، هيدا كان شيء كتير كبير لإلنا، وهيدا اللي انبنى عليه الشركة لوصولنا لهون ولدايما بنطمح للأفضل للأحسن، لأنه هيدي الثقة بس يعطيك إياها للزبون. منا شغلة عادية. شغلة تتمن بأكثر من المجوهرات. يعني فأنت بيكون كتير حريصة، مسؤولية تكون كتير حريصة على هيدا الشيء، على بنائها، على تطويرها، على تفعيلها، على يعني الزيد من المعنوي تبعها. فهيدا بيخليك تضلك مستمرة بهالاتجاه. بالضبط. طيب مجوهرات روسانيرو هي موجودة في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم، طيب ممكن نعرف ما هو عمر الشركة؟ عمر الشركة 35 سنة. نعم. بنحكي 35 سنة، يزيد عن 35 سنة. نعم. بالتواجد الشركة. طيب. أكيد يعني بعدة فروع بكل بلد، بكل محطة موجودين فيها. نعم. طيب عذرا للمقاطعه امامي، اكثر دوله تميل الى المجوهرات؟ انت تعرف ممكن بعض البلدان تميل الى الذهب اكثر. صحيح.
اليوم يعني اذا بجي بحكي عن العراق، نعم. العراق معروف يعني اكيد كان يميل على الذهب اكثر، نعم. من المجوهرات. اليوم لا، صار بيميل على المجوهرات اكثر من الذهب. يعني زبون اليوم المجوهرات منه زبون جديد، بس الذهب شيء والمجوهرات شيء ثاني. يعني نعم. المجوهرات يدخل في التصميم، الموديل، الاشياء الناسكه، المناسبات، شو ترمز المناسبه، ولاده، تخرج، خطوبه، عرس، حسب. فيفرق عن عالم الذهب. وكل الناس اكيد يعني اليوم تلحق الموضه، فمثل ما بدك تلحقي بالموديل وبالتصميم اللي بتقدميه لزبوناتك نفس الشيء. نعم. طيب من ضمن المشاريع مالتك اللي خاصه بالمجوهرات اخترت ان توسع هذا الموضوع بالعراق، شنو الاسباب اللي خلاك تتجه نحو العراق؟ العراق الغالي بشعبه، نعم. هو الشجانه من خلال تردد يعني اهله بفروعتنا المتواجده، انه ليه ما بتفتحوا ببغداد، ليه ما بتفتحوا بالعراق؟ نحن موجودين من زمان باربيل، نعم. فهذا شجعنا نفتح ببغداد. قلنا 3 سنين، نعم. اكيد كله برجع بقول لك بينبنى على ثقه الزبون، لانه احنا اليوم زبوننا منه زبون، بصير صديق، نعم. بصير رفيق، بصير اكثر من زبون. يعني العمليه منا عمليه تجاريه بيننا وبين الزبون. طيب فكرمال هيك بالعراق كان تشجيع كثير كبير من ناس، من اهل العراق، نعم. من، نعم. الزبائن الخاصين من العراق. يعني كانت النتائج حلوه ترضى؟ طبعا اكيد كل اكيد. التوفيق ان شاء الله. طيب شركه مجوهرات روسونيرو اصبحت عالميه، من المجوهرات العالميه، بشنو تتميز عن غيرها من الشركات؟ تتميز نحن اول شيء دائما موديلاتنا جديده، نعم. وحصريا لنا. تتميز بنوعيه البضاعه اللي بنستعملها، بتتميز بالاسعار المناسبه، بتتميز بالفينيشينج، بالتصميم، بالشغل المضبوط، تتميز بالشرح للزبون القطعة، يعني المصاري اللي عم يدفعها هي عشو. يعني أنا ما بهمني اليوم الزبون بس يجي يدفع ياخد هالقطعة. تتميز بالضمان القطعة اللي بنعطيها على 10 سنين، جي. بكل قطعة بيشتريها الزبون، طيب. مع صورتها مع التفاصيل. ممكن أيضا الزبون هو اللي ينطيك التصميم وأنتم اللي تصممون؟ أكيد. نحن يعني معاملنا موجودة من أكبر المعامل، عم نحكي 2000 متر، نعم. إنتاج وتصميم وأي موديل أي شيء أكيد ما في، يعني كله بينعمل. غير نحن الموديلات يلي منصممها، نعم. ومنعرضها على الزبون. طيب هناك اكو متداول بالسوق انه اكو انواع للذهب بين الخليجي والعراقي وغيرها، برايك انت شنو اليوم الافضل من عندهم؟ هو مش تداول، هو في موديلات ذهب خليجي، نعم. ذهب عراقي، ذهب هيدا، بس الذهب ذهب يعني بيختلف بالعيار، يعني عيار ال 21، عيار ال 22، نعم. عيار ال 18، ال 14، بس بيختلف العيار فقط. ايه الباقي بيصير موديلات البلد، يعني نعم. الخليج بيتجه على شيء كبير هيك، العراق بيتجه على شيء نازل ومفلوش، نعم. كل بلد بيتجه هذا، بيفرق بس الموديل. الذهب هو بيفرق بعياره، يعني في عيارات 9 14 18 21 22. نحن نعتمد العيار 18 لانه دائما بتصميمنا ولون الذهب وعلى تركيب الاحجار الكريمه، فيفضل ومن الأحسن ومن يعطي رونق للقطعة هو عيار ال 18. نعم.
طيب لابد أن تكون هناك صعوبات تمرون بها هذه الشركة العالمية تمر بها، ومن هذه الصعوبات ممكن أنه الأوضاع الاقتصادية اللي مرت بها لبنان وبعض الدول في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي. صحيح، أكيد يعني الصعوبات بتمر على الجميع وعلى كل المصالح. وخاصة نحن مصلحتنا تعد يعني مصلحة لكشري تاني. نحن بس اللي بيخلينا أنت بس يكون عندك اسمك ومصداقيتك بالسوق ومع الزبائن مجبورين نستمر. بأي ظرف وتحت أي ظرف من الظروف، لأنه أنت اليوم عم تبني هيكل ثقة مع الزبون على مدار ما له نهاية. يعني أنا اليوم الزبون ما بتعامل معه يشتري اليوم وبس، يعني اليوم الزبون بيصير هو عائلته وأهله وأولاده وعشيرته وناسه، زبون بيصيروا دائمين، بيصيروا أصدقاء وبيصير في علاقات وهذا. فما فيك أنت تجي اليوم تحت أي ظرف بيصير يعني وكل البلدان معرضة توقفي أو تعملي نستغل ستوب. الفرصة تجاه الزبون صح أو نستغل هذا أبدا. فدايما بدك تضلك مستمرة وتعملي الأفضل وتلحق السوق والوضع يعني يكون مناسب بين الطرفين، يعني بين الشركة وبين الزبون طبعا. طيب أستاذ، ما هي مناشئ اختياراتك للذهب والمجوهرات في التجارة؟ نحن تصاميمنا إيطالية وأكيد الألماز أعلى نوعيات نستعمل بكات بلجيكي كله بشهادات وضمان مثل ما كنت قلت قبل، مذكورة على الشهادة مع تفاصيل الذهب الأحجار كل الأمور بمواصفات عالمية بأحدث التقنيات بأحدث الآلات. القطع دائما تخضع لعدة تجارب تطلع القطعة مثل ما لازم يعني أو مثل ما يجب أن تكون يعني واصلة. طيب خلينا نتحدث عن التصاميم بشكل أوسع. تعرف ممكن أنه تتدرج بعض الألوان اللي تعجب الزبون، ومنها دائما أشوف بصراحة الأزرق دائما يميل إلها الزبون. شنو الأسباب وشنو أكثر الألوان اللي تستخدموها؟ نحن كل شيء يعني نحن نعطي للزبون يعني عندنا كل الالوان كل الاحجار كل شيء متوفر. طيب دائما في البيزك الاساسي اللي هو الالماز الابيض دائما موجود. في تصاميم يركب يعني يرحل اللون الازرق او الاحمر او الاخضر، يلي عم نحكي اليوم زفير ياقوت زمرد أو أحجار غير كمان موجودة أو أحجار ألماز كمان عدة ألوان. ألماز أسود حسب فحسب المناسبة. أنت اليوم بدك تكوني عم تلبي جميع المناسبات والطرق. ممكن اليوم تكون الست عندها مناسبة تلبس لون أزرق فستان أزرق بدها شيء مع أزرق أو كحلي، الأحمر نفس الشيء، الأبيض نفس الشيء، فحسب. وهي الدنيا أزواق ونحن يعني منجرب القطع أوقات مثل ما كنت عم أقول لك تخضع لعدة تست أو تجارب. فممكن القطع تركبي عليها اللون الأحمر ما ترهم يعني ما تشوفيها حلوة إلا على لون الأزرق، هو دايما الأزرق يلفت أو يشد أكثر من غيره. كله متوفر. طيب أستاذ، كل مجال بالتجارة ممكن يمر بصعوبات شخص من يدخل به، فأريد أعرف شنو أكثر الصعوبات اللي واجهتوها؟ للصراحة نحن ما عندنا صعوبات. لأنه نحن بمجالنا وشركتنا عندنا الصراحة والمصداقية هي الأساس. فأنت اليوم بس تكوني عم تشتغلي بكتير شفافية ومصداقية ومنك مضطرة للتلاعب بالكلام مع الزبون أو الأشخاص، يعني اليوم تقولي هيش وباشر تقولي هيش يعني منك أنت مضطرة تفوتي بأي صعوبة. يعني أنا اليوم حتى الكوادر هن من الشركة أقل حدا عمره 10 سنين
من شركة الأم من لبنان، كرمال يعطوا للزبون أو الشخص يشرحوا الشغلة مثل ما هي. يعني اليوم ما في أنا أخبر الزبون شيء وياخد شيء. ما في الزبون اليوم مية بالمية. فهذا الشيء ما بيخليك تواجه صعوبة. والوضع اللي حكينا عنه إذا بمر البلد أو هيدا بوضع اقتصادي معين أو شيء، بدك تحملي وتستمري. يعني مثل وقتها يكون البلد بألف خير، نحن نتمنى على جميع الدول وجميع البلدان يكون الدنيا بألف خير. طيب ما تحسون صعوبة بالتعامل مع النساء؟ شوية النساء لأنه ذوقهم يختلف، النساء يقتنعون بسهولة. النساء العراقيات يعني الحقولة بالعراقي خبلون. يعني ما في احكي عنهم، بالعكس اول شيء بحبوا ذوقنا كثير. وهيدا بحطوا مسؤوليه على علينا واكتافنا. يعني انا صدق في ناس بيختاروا القطع من دون ما يجوا على المحل. يعني في ناس بيقولوا لي مثلا عندنا هيك شيء، بدنا خاتم حلقه كلاده وندزا من دون ما يجوا على المحل، ما بيكون عندهم وقت. فبالعكس عندهم الثقة، بحبوا بيقتنعوا بيعرفوا. ونحن عندنا شغلة اليوم مهمة، مش مهم شو يدفع الشخص. يعني يمكن اليوم شخص لنقول بده يدفع لنقول دولار، يمكن نحن ننقي له شغلة بأقل بنص دولار، مش مهم المبلغ، مهم هو الشخص شو بيليق. وهيدا الشيء العالم عم تعرف انه نحن هيك اتجاهنا. يعني منه تجاري. يعني انا بهمني الشخص بس يكون اخذ القطع من عندنا بالمناسبة المتواجد فيها، تبرز القطع، تكون لايقة، ما يكون لابس شيء غير ما هو لازم يكون. فهذا الشيء منه حلو لا لإلنا ولا للشخص. فالحمد لله لا بتجننوا، ما في شهادتي مجروحة فيكم. شكرا لك. طيب خلينا نتعرف على الخطط المستقبلية أو آلية أو ممكن ترويج تجارة المجوهرات في بغداد خصوصا، آلية التسويق احنا نتحدث. آلية التسويق ببغداد، أول شيء بشكر قناة زاركوس المحترمة إلى كل التقدير على ثقتها اللي عطتنا إياها وهالفرصة نطلع نتحدث عن الشركة. نحن اليوم الخطط دايما موجودة. نحن اليوم ما فينا نتبع الترويج التجاري بكل صراحة. نحن اليوم نتبع الترويج يلي مبني على الثقة اللي عم نزرعها بين الناس، بين أهل العراق، بين يتعودوا علينا ويعرفوا وجودنا. نحن اليوم موجودين بفندق بابل بروتانا. وموجودين بالكرادة بشارع العرسات مجاور فندق بلوم. وأكيد على التوسع للأكثر. نحن تناخد هيدي الخطوات وهيدا التوسع، يعني زيادة الفروع، يعني نحن عم نقدر نوصل للناس بشكل مباشر منهم لبعض. يعني اليوم أنت بس تشتري من عندي وتنبسطي، أنت رح تروحي تخبري أختك وأهلك ورفقاتك وحيجوا. وهي هيك تصير. أكيد ما لازم ينعمل، نحن دايما بالأمور الاجتماعية موجودين بقلب بغداد، وهيدا الأساس عنا. طيب أستاذ أنيسة، لاحظت من طريقة كلامك أنت تنبه جدا على فكرة أنه لازم نرضي الزبون إحنا باختياراته ونكون قد هاي المسؤولية. طيب هم مر عليكم أكثر شيء من يجون الزوائن، يعني النساء يميلون أكثر للموديلات اللي تكون ناسكة وبسيطة وهادئة، لو يحبون أشياء تكون فخمة وكبيرة؟ حسب الأعمار. يعني الأعمار اللي عم نحكي الوسط، يعني الصبايا والهيدا أكيد يروحون على الأشياء الترديشنال، الناس كالنعمة لكل يوم، يعني ما يكونوا مأسورين فيها. الستات الكبار لا، يفضلوا شوي أكبر يبرز حتى الخاتم الحلقة يعني. فهيدا بس الفرق. بس أكيد اليوم من شوي الأنعم، وهو دايما بالألمان ما فيك كل شيء تعمليه كبير. يعني الكبير هو يصير محدد لبسه.
بينما لليوم اكيد بده يكون شوي ناعم مقبول وسط حسب الشخص يعني. طيب خلينا نتعرف على خططكم المستقبلية العملية خصوصا في العراق. بالعراق نحن اليوم دائما عم نتبع شغلة العراق، يعني ناس العراق شو بحبوا، يعني الموديلات المطلوبة، يعني هن شو يفضلون، لأنه بتعرف اليوم بيختلف شيء عن شيء، مثلا كل بلد له طبيعته باختيار الموديلات. فاليوم دائما تصاميمنا نحن تقريبا كل 3 أشهر بينزل تصميم لنا. دائما الموديلات اذا هلا بيمرق بتشوفوا انه مثلا الموديلات لها تسميات. حلو. فدائما عم نشتغل على توصيل الشخص العراقي شو بحب، شو طلبه، بشو بينبسط. ونكون متواجدين بكل الاماكن السهله ونقدم له أفضل خدمة وأفضل قطع وتصاميم وموديلات. وأهل العراق بلقلوا الفخامة. يعني نحن بننبسط بس نشوف لابسين من عنا ويعني تستاهلون. شكراً لك ذوق الأستاذ ريتشارد شاهين، شكراً حضرتك نورتنا. شكراً. ونورت العراق ونورت قناة زكرة الفضائية. شكراً لك ونورتنا، ويا رب إن شاء الله كل التوفيق. شكراً بحضوركم. شكراً لك. وأكيد إحنا راح نتحدث الآن عن تقرير اللي هو أحدث تصاميم المجوهرات في شركة مجوهرات روسونيرو في بغداد. إلى هناك.